بين الشأن الصحي والاستهلاكي، قامت وزارة التجارة بسحب حليب لولي الجاف الكامل الدسم من الأسواق بعد اكتشاف نسب عالية من بكتيريا القولون، وهي جراثيم خطيرة على صحة المستهلك. نادية الراشي. غبرة الحليب تخضع لرقابة سيستيماتيك، يعني رقابة آلية سيستيماتيك، مراقبة على الحدود، مراقبة تحليلية، وتقوم ب يعني الاحتمال انها تكون يعني المادة الأولية احتمال بعيد، ما نقدرش نقول غير موجود، لكن نقدر نقول احتمال بعيد. الاحتمال الأقرب والتحقيق اللي راح يثبت هذا انه تكون أثناء عملية التوضيب. عندما تحوم الشبهات حول منتوج أو مادة موجهة للاستهلاك، تلجأ المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى التحاليل الميكروبيولوجية، وهو ما حدث مع الحليب الجاف الكامل الدسم الذي يحمل علامة لولي. حول إلى مخبر قمع الغش، أثبتت النتائج أنه يحتوي على نسبة جد مرتفعة من بكتيريا القولون. بكتيريا القولون القانون يعني يحدد نسبة معينة لا تتجاوز 5 يعني ميكروبات في المليغرام، ولكن النتائج اكتشفت أنه موجود عدد كبير منها، وصل حتى في بعض العينات وجدنا حتى 300 يعني بكتيريا. الحليب مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عليها، ضرورية للصغار كما للكبار، وإن تم إثبات تواجد نسبة مرتفعة من بكتيريا القولون أو كوليفورم فإن ذلك يشكل خطرا على صحة المستهلك. عندما تكون بنسبة عالية في مادة ما راح تؤدي إلى بعض العوارض، من العوارض اللي ممكن تديها وهي أمرين. الأمر الأول وهو الإسهالات، معناتها سكون ابل حنا لي كومبليكاسيون لي غاسترو اونتيريت، التهابات اللي ممكن تكون في الاستوما في المعده وتكون في الكولون، وراح تؤدي الى اسهالات. وعندما نقول هذو لي غاسترو اونتيريت راح تكون هنالك التقيؤ، ويتكون هنا ما هنالك الحمى. ما هما الطوائف اللي ممكن تتقاس؟ احنا قلنا الفئه اللي ممكن تكون معرضه كثرة لهذا الشيء وهم الاطفال الصغار، ثانيا النساء الحوامل، ثالثا الناس المسنين، رابعا كل مريض عنده مرض مزمن اللي راح يؤدي النقص في المناعة. مصالح قمع الغش على مستوى كامل التراب الوطني تعمل على سحب هذه المادة من السوق إلى حين استكمال التحقيقات المعمقة بشأنه.